أنا خوفي عولادي من ظلم الأيام، عأرضي عبلادي خوفي عالأحلام، خوفي عولادي من ظلم الأيام، عأرضي عبلادي خوفي عالأحلام. ما بعرف نحن لوين رح نوصل بكرة، لوين لا بتنام العين ولا القلب بينام. أنا خوفي عولادي عولادي، أنا خوفي عولادي من صلب الأيام، تليفون بثلاث دقايق لرجال يخبر امه. بس يخبر امه احنا ما تسمع الاعلام. سمعنا صريخ امنا صراحه، ما سمعت عن الاعلام. طلعت لقيت الوالده واقعه بالارض، ما عم تقدر بحال. شو السبب؟ لا تخيل اسم خيي اعتزل. اذا هيدا يا عمي الدوله هيك بتقول، اذا الشرع هيك بيقول، اذا القانون هيك بيقول، اذا الوضع بلبنان هيك بيقول، يقولوني. اذا هيك العيشه بلبنان بيقولوني. احنا اللي عم نطلب فيه بين الرحمه. رحمي لأم قاعدة بالبيت، هلأ بين الحياة والموت. صار بغربي وتفرقوا هالناس، عم يشتروا الأسامي، عم يبيعوا الكرامي، عم يشتروا الأسامي، عم يبيعوا الكرامي. والحقيقة قدامي صارت كلها أوهام. أنا خوفي نظر عن السبب اللي حصلت فيه حادثة الطيارة، واللي هيدا مش مجال عملي، طيارة انفجرت بالجو وطيرت هي بما تملك من حديد ما من ناس، طيرت ونزلت على أماكن مختلفة بالبحر. أنا استعملت كلمة بغض النظر عن السبب اللي أدى إلى، ولكن أشرت إلى احتمال انفجار الطيارة. لا ما التجمل، بعرف حالي شو قلت بغض النظر عن السبب. هلا بتحبي تقولي احتمال، فيك تقولي اللي بدك إياه، أنا بعرف حالي شو حكيت. قلت بغض النظر، كلمة انفجار جسم لا يعني أبدا ارتباطه بأنه ضروري يكون في تفجيرات فيه، ولهذا السبب استعملت كلمة بغض النظر عن السبب. يا الأرض المشرقة.